في حاجه يا كابتن علاء برضه عايز اقولها لك، مش معنى ان الفار جابك ان انت ممكن تاخد براي الفار. انت ليك وجهه نظر، انت اديت كارت اصفر كويس، انا رحت شفتها لما الفار قال لي تعالى شوف الكره دي، رحت شفتها، انا ممكن اصمم على رايي. انت ما تعرفش ايه الحوار اللي دار بينهم بقى. لا هو راح شافها. ايوه ماشي، ايه الحوار اللي دار بينهم والفار؟ ما انت ما تعرفش ايه اللي حصل. بس انا كحكم رحت بصيت عليها، جبتها من كذا زاويه، شفتها، خدت وقتي خلاص. انا هو شايف من وجهه نظره ان هو يستحق الطرد، بينما احنا كلنا شايفين ان هو كارت اصفر. اللعبه مش اولا هو ما كانش اخر واحد اساسا، واللعبه بالظبط بعيده متطرفه مش مواجهه اساسا للشناوي، وكان في احتمال كمان ان كان محمد هاني سليه وهاني محمد هاني يعني لو محمد هاني جري عادي قطع عليه كان هيوصل، لكن هي كان في سليه كمان قريب. ما بالظبط، هي وجهه نظر مختلفه شويه يمكن اللي يفصل فيها كابتن ناصر عباس، لكن احنا كلنا مجتمعين ان هي انذار بس ما تحقش طرد. صحيح. ندخل بقى على الفنيات، شفت الماتش ازاي؟ وخصوصا الشوط الثاني، يعني الشوط الثاني حصل بعد الهدف ان عماد النحاس فتح خطوطه. بص الفرقه دي او احنا زي متفقين مع الفرقه زي المقاولين بتلعب على ان هو يدافع بس. ايوه. وجت هجمه مرتده، جت ما جاتش ما جاتش، ان هو ما عندوش، هو ما بيفكرش يهاجم، هو بيفكر ان هو كره تبقى مقطوعه تتعمل هجمه سريعه خلاص على كده، لكن ما بيفكرش يهاجم. عشان كده بعد ما بيجي فيه هدف، يعني الهدف كمان لو جه في الشوط الاول الموضوع كان اختلف تماما، كانت النتيجه زادت جدا، ان هو خلاص حته ان هو يدافع دي مش موجوده. مع مرور الوقت هو بدنيا بينزل كمان، بيتعب كمان. انا شايف ان هو يعني 1-0 قليل جدا على فريق المقاولين النهارده على سير مباراه. انت الشوط الاول بس كان يؤخذ عليك ان انت ما فيش كم فرص كتير، لكن الشوط الثاني لا، انت ضاغط من بدري وعايز تجيب هدف وجبت هدف، وكم فرص ضاع كتير قوي، في كورتين عملهم محمد مجدي جنب القائم اهداف، وفي واحده طلعها في طلعه واحده ابو سعود، وفي واحده اللي هي هجمه ثلاث مرات ورا بعض، لكن 1-0 قليل قوي على المقاولين. يعني المقاولين من الاخر الفريق ما بيعملش حاجه، يعني حتى ان يعرف يدافع الشوط الثاني هو مش عارف يدافع، يعني ما عندوش حتى ثقافه ان هو يعرف يدافع كويس قوي، لان الاشخاص نفسهم ما يعرفوش يدافعوا. يعني في فريق بيعرف يدافع ويمسك الكوره بيعرف يتصرف فيها، لا المقاولين ما عندوش حتى دي، المقاولين عنده بيدافع حتى لو ينقل نقله واثنين وثلاثه مش موجوده، ولعيبه النادي الاهلي استغل دي كويس قوي وضغط عليهم كويس قوي، عشان دايما الكوره كانت بتقطع في نص الملعب على طول. لكن اللي خلى عندك الافضليه في الشوط الثاني ديانج خلى عندك الكوره الثانيه والقطع في نص الملعب امتياز، هو اللي دايما مخليك انت في حاله هجوم دايما، في حاله هجوم دايما، مش الموضوع مش ان تبدا هجومك من عند معلول او اكرم، لا الموضوع ان الراجل ديانج بيحيي لك الهجمه تاني، دايما هو بيقطع الكوره وبيسلمك على مساحات فاضيه. يمكن حصل في الشوط الثاني لو في شويه نظام يعني تنظيم هجومي صح كنت ممكن النتيجه تزيد، لان انت كان في تداخل في الادوار في الحته الاخير، ما كانتش واضحه، الامور ما كانتش واضحه، يمكن وضحت شويه بعد خروج بيرسي تاو، بقى ليك شكل هجوم، بقى ليك اطراف كويس قوي. يعني كان اسامه كان بيتكلم او عادل تقريبا على نزول حسين الشحات، نزول حسين عمل لك جبهه محترمه ناحيه اليمين، لان خلاص هو كله مركز على علي معلول، زي ما بقول لك عادي جدا اتفضل علي معلول، لكن انا عندي جبهه ثانيه كانت شغاله مع اكرم، واكرم اشتغل مع حسين الشحات لما اتفضل كويس. لا هنكمل حسين الشحات لما نزل كمان مع اكرم بقت جبهه قويه جدا كويس دفاعيا وهجوميا، يعني اكرم كتير قوي، هو وحسين الشحات كم كوره بالعرض عملت كتير قوي كويس. احنا كلنا توقعنا بعد ما المقاولين فتح بعد الجول الاول ما دخل فيه توقعنا مزيد من الاهداف للنادي الاهلي، دي حقيقه، ولكن لم يحدث. لا هو في سوء حظ وفي تسرع شويه، لكن الضغط الهجومي او كم الهجوم اللي انت كنت عامله في الشوط الثاني كان لازم اكتر من كده، كان لازم يعني، لان خلاص فريق مستسلم تماما للمقاولين واخطاء زي ما هي، هو مستني يعني الفريق بيدافع ما بيخرجش من 18 بتاعه، ما بيخرجش اساسا، لان هو ما عندوش ان هم اللعيبه ما عندهاش الملك ان هي تخرج بالكوره، وانت ضاغط عليهم ب ب ب ب بواحد اسمه ديانج في نص الملعب عامل شغل امتياز وحش. يعني ديانج الشوط الثاني تقريبا يعني شغلك الهجومي كله هو اللي عامله، مش يعني مش هو اللي عامل شغل الهجومي كله ما شاء الله عليه طبعا. يعني التغييره اللي حصلت ايمن اشرف مع نزول احمد مع نزول احمد عبد القادر كانت تغييره ممتازه من موسيماني، ورجع حمدي فتحي، ودي ميزه حمدي فتحي ان هو ممكن تلعبه راجل مساك عادي جدا، ممكن تلعب بثلاثه اربعه تاني عادي مفيش مشكله، وتزود الضغط الهجومي بتاعك. واحمد نزل في مكان فاضي، احمد نازل مش ممسوك، اشتغل كويس جدا ودايما كان فاضي. لكن انا بقول لك طبعا النهارده ديانج عمل معاك شغل هجوم ممتاز، عمرو السوليه شغل الشوط الثاني كان احسن من الشوط الاول بكتير قوي، كل اللي انت عملته الشوط الثاني شكل ادائك احسن، هجومي احسن، ضغط كويس قوي،
يؤخذ حاجه واحده بس، النتيجه كانت لازم النهارده اكتر من واحد بكتير. لازم يعني مش تقصير لعيبه الاهلي ايمن عشان بس ما نظلمهمش، لكن هو في سوء حظ، في تسرع، لكن كان لازم اكتر من كده بكتير. ما ينفعش يعني نبقى موجودين على اخر دقيقه، ممكن يجي فيك هدف ما تضمنوش يعني. ومع فريق فعلا على احترام الكلام ما يستحقش يعني، النهارده المقاولين ما يستحقش حتى يتعادل معاك. النهارده كنت بتكسب وتكسب نتيجه كويسه، لكن في الاخر انت دايما بتدور دايما على الهدف الاحسن اللي هو ثلاث نقاط مهمين جدا على قمه الدوري، وانت مقدم عرض جيد. مقدم عرض جيد، الاختلاف شويه في الشوطين، لكن الشوط الثاني لا، كانت ناقصه حاجه عملتها، وخصوصا بعد الهدف اللي هي حته الضغط الهجومي بس.